اهلا وسهلا بكم من جديد ومواصلين اخبارنا ومواصلين التعليق على مساله محاوله ادانه العدوان الاسرائيلي على فلسطين. نذكر الى حد اللحظه ما صدرش بيان رسمي عن مجلس نواب الشعب، وهوني نتسائلوا على السيناريوهات الناجئه المحتمله لمرور مشروع قانون التطبيع مع الكيان الصهيوني مره اخرى. يعني الخطوه هذه والقانون هذا، قانون تجريم التطبيع، قد كما قميص عثمان، معناها يعني خطر عليه، طغت عليه الحسابات السياسيه، واصبح ورقه من ورقات الصراع والعرك بين مخيم التحالف او محركه النهضه وخصومها. تونس يعني من باب اولى واحرى ان تكون تونس اول الدول مجرمه للتطبيع، لانه القانون هذا تم اعتماده في بعض الدول العربيه. صحيح في بعض الدول العربيه لم يفعل ثم قانون، وبعض الدول ما زلت باش تناقش القانون هذا، ومن بينهم الجزائر الشقيقه. تونس اللي احتضنت، تونس اللي من وقت الزعيم بورقيبه الله يرحمه ومشاركته في حل الصراع العربي الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، وخطابه الشهير في اريحه والعروض اللي قدمها للفلسطينيين. تونس اللي احتضنت منظمة التحرير الفلسطينية واحتضنت اللاجئين الفلسطينيين، وتونس اللي تكبدت يعني معناها خسائر، وتم على أرضها اغتيال خليل الوزير أبو جهاد، وعلى أرضها اعتداء حمام الشط، وموقف الزعيم بورقيبة معناها اللي سجلوا التاريخ. تونس من باب وأولى وأحرى أنه البلد هذا البلد العربي اللي أشعل يعني الربيع العربي أو استهل مسلسل الثورات العربية من باب أولى وأحرى أنه يجرم التطبيع. هذه خطوة أساسية، الخطوة هذه دخلت في الصراع والممحكات السياسية. يقول القائل أنا نتسأل حركة النهضة شو ما ضرها لو وافقت أولا ساعة على المناقشات اللي حكى لها بدأ عليها محمد، المناقشات اللي صارت أثناء صياغة توطئة الدستور 2014، وكان ثم أصوات تطالب من داخل البرلمان تطالب بإدراج المسألة هذه في توطئة الدستور، ثم تم تقديم مشروع قانون أيضا من قبل الكتلة الديمقراطية، الجبهة الشعبية وبعض الأحزاب الأخرى، وبيت الحس. بيت الحس اليوم بمناسبة الاعتداءات الإسرائيلية عاود رجعت القضية إلى السطح. اليوم أنا سمعت بعض قيادات حركة النهضة وقريت لهم بعض التدوينات، منهم عماد الخميري وسمير ديلو والناطق الرسمي المستشار السياسي الحركة رياض الشعيبي، عمل تدوينات قال حركة النهضة ما عندهاش مانع في المصادقة وتمرير القانون هذا. سمير ديلو أعلن عن تمرير عريضة بين مختلف الكتل تطالب بإحالة مشروع قانون التجريم على لجنة مختصة في مجلس نواب الشعب. يتعدوا إلى مرحلة الفعل، يطرحوا مشروع القانون، وإذا رفضت حركة النهضة المصادقة على هذا القانون فسيتبين الرشد من الغي كما يقال. لطفي، هل هو فقط إعلان نوايا في علاقة بتجريم التطبيع؟ الحقيقة أنا ما نستحقوش معناها أن نضع حركة النهضة هذا الاختبار، يعني شبه واثق أن هذا القانون لن يمرر وسيقع تجميده داخل مكتب المجلس اللي مفروض هو طبعا يؤشر على القوانين. علاش نقولوا الكلام هذا؟ لأنه حركة النهضة اليوم الهمها الوحيد والأكبر هي المقبولية الدولية، ورأينا في المدة الأخيرة كيف تحرك اللوبي الإسلاموي الموجود في الخارج، وقرأنا عديد المقالات للسيد راشد الغنوشي في صحف أمريكا تقنع في الطرف الأمريكي خاصة بأنها هي التي تقود العملية الديمقراطية وتعاني من بعض الخصوم السياسيين الذين يحنون إلى الدكتاتورية. اليوم هذا اختبار طبعا هام، لكن تعرف حركة النهضة أن الموافقة عليه ستكون الكلفة متاعه غالية وغالية جدا في فترة هي طبعا نعرفوا الخصوصية الفترة هذه اللي مر بها الإسلام السياسي إقليمي
إقليميا ودوليا، وهي تسعى إلى كسب مزيد من المقبولية الدولية، وبالتالي هذا ليس معناها خيارا صائبا إذا باش تمشي هي في تجريم التطبيع. لا أعتقد سيحال إلى لجان، سيقع تجميده وسيكون معناها في خبري كان فقط، لأنه حركة النهضة تعرف أنه المقبولية الداخلية ليست كافية، شاهدت ما حصل لنظيرتها في مصر. محمد مش موافق برشا. حركة النهضة طبعا مش موافق. ابتسامته تدل على عدم الموافقة. حركة النهضة تبحث عن مقبولية دولية وهي مستعدة لكل شيء، فهذا آخر تقريبا اهتماماتها أن باش تمرر قانون بالخطورة هذه اللي باش يعود عليها بالوبال. يعني نحن أمام ما يجري، وقلنا لها تحولات تاريخية في المنطقة وفي العالم وستكون لها تأثير في العشر سنوات هذه، والبعض كل همه أنه يحشر النهضة في الزاوية. مثلا مثل يعني هذا مثلا رو قبل 3 أيام اللي اتصل بالأستاذ راشد الغنوشي هو خالد مشعل وقيادات أخرى كبيرة، لم يتصلوا بقيادات أخرى في تونس، لم يتصلوا بأحزاب أخرى. صارت مكالمات هاتفية بين رئيس الجمهورية وعدة مصادر رسمية. إسماعيل هنية لا سيما بالضبط. مش على تصلوا بالغنوشي ورئيس الجمهورية باعتبار رئيس الجمهورية. هذا ما البداية كانت برئيس الجمهورية. المقاومة تعرف أنصارها وتعرف شنو ينجموا يقدموا لها وتعرف ظروفهم. هذا محلفات تاع الاسلام طبعا، هم حلفاء المقاومة. حلفاء المقاومة ما يجيش اي طرف اخر اليوم يزيد عليهم في تونس. محمد اليوم مش تزيد علاش قلت هذا من استصدار هكذا؟ لا ما يهمني توك يجي عبتي في المكي يجاوبك. اما انا المساله محزن جدا أنه أمام ما يجري والعالم الكل مسيرات من كاب تاون في جنوب أفريقيا إلى كندا وهمنا نحن في تونس كيف نحشر النهضة في الزاوية؟ هي من حشرت نفسها بنفسها بمواقفها المتغابرة. كان لطفي يقول وكلامه صحيح، هم حلفاء للإسلام السياسي، دونك حماس هذه حليف النهضة، ما يجي حتى حد يزيد عليها اليوم، ما يزيد حتى حد بشيء بشيء، ما يجي حتى حد يزيد عليها في هذه العلاقة. يا نجي لحظة لحظة، ما يجي حتى حد يزيد عليها في هذه العلاقة، باش يزيد على شنو؟ باش تحشرها كلام فارغ. النهضة تعرف ايش تعمل؟ يعني وتدرك علاقاتها وتدرك موازين القوة في العالم. اليوم هم بعض الأطراف كيف نضرب هذه العلاقة التي تحاول تبنيها حركة النهضة مع المجتمع الدولي؟ شنو غايتها من ذلك؟ هذا كلام كان يتقال دونك هي تعي ذلك جيد. هي مطالبة بالإجابة على هذا السؤال لأنه هي التي رفضت. الكلام هذا ما تقالش، الكلام هذا هي التي رفضت إدراج هذا البند في الدستور. النهضة هي التي كتبت الدستور، وكانت كتابة الدستور بإملاءات خبراء ألمان هم الذين منعوا إدراج هذا فصل. الكلام نختم معك. ألمانيا عندها عقد الذنب تجاه إسرائيل واليهود بصفة عامة، وبالتالي سيرت الدستور بفضل خبرائها اللي كانوا ملازمين للمجلس التأسيسي ومنعوا إدراج هذا الفصل. يلا نختم معك. يعني اللي قاله محمد أنه معناه هذه محاولة لحشر حركة النهضة في الزاوية، معناه مبررات خطاب المظلومية، لأنه الكلام هذا ما تقالش محمد. شو ما تقالش؟ تقالش في البلاتو توا. هذا كان يتقال الان. انا نحب نسجلوا نقاط على حركه النهضه، انا نحب نضربوا على انا نحب كانت في اليوم في شارع حبيب بورقيبه تدعو الى وضع هذا الفصل الذي فيه جرم التطبيع. الكلام هذا من هو في السلطه؟ الكلام هذا الكلام هذا تبحث على صورتها في الخارج وتعرف أن الفصل هذا سيكون مكلف جدا في البيت الأبيض وفي غير البيت الأبيض. زياد على هذا الكلام هذا اللي قلته محمد. النهضة الآن حسب اللي كنت تحكي فيه ما قالوش نواب الكتلة، هي الآن باش نواب اللي يتكلموا اليوم على إحالة مشروع القانون وتفعيل المبادرة هذه ما سمعناهمش. قالوا سنحشر حركة النهضة في الزاوية. باش يجي يقول لك راني انا ما عندي قانون. تقول لك مشكلتك يا ناجي يا محمد اما نحشر في الزاوية. انت في الحكم، هذه زاوية سياسية طلبنا منك موقف واضح وصريح لانهاء المخالفة. المشكل الاخلاقي اليوم مثلا هناك موقف قاعد يصير هذايا انك تستغل هذه الدماء باش تحشر خصم سياسي في تونس في الزاويه. محمد هناك وجهه نظر على حركه النهضه. لا على حركه النهضه الا ان شو الخدمه اللي بتجي تثبت موقفها الصحيح. وجهه نظر شوف عن وجهها اليوم مثلا وجهه نظر تقول انه تجريم التطبيع مثلا باش يمنع راشد الغنوشي رئيس الحركه من التواصل ولا الاجتماع بالايباك. هذا حديث قاعد يتقال اليوم. هذا هدف الناس اللي تقدم في المبادره يعني
لا هذايا تونس كامله ستدفع الفاتوره باهظه جدا. شوف انت في القمه اللي صارت في باريس تمت مجازات السودان لانها طبعت حذف قرض ب 5 مليار دولار لان السودان قابله التطبيع. اليوم انت اقتصادك في الهاوية عندك فاتورة ثقيلة جدا من حيث المديونية ربما تقع مقايضتك بالشيء هذا. هذا المستوى انعكاساته على تونس. مانيش نقول خلينا من نهضة والزاوية ولوانه سياسيا من واجب خصومها باش يحصروها في الزاوية في هكذا معناها مسائل يلزمك تحسن فيها يا أبيض يا أسود. اليوم ما فماش مخاطر أنت معها أو ضد حتى لا نواصل المتاجرة بدماء الشهداء هذوما اللي أنت تو كنت تدافع عليهم. اليوم هذا قرار سيادي دبلوماسي مفروض يكون من مشمولات الدبلوماسية التونسية رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية. ما نخلوش محل تجاذب وخصومات وتصفية حسابات سياسية. الناس اللي باش تاخذوا في أعلى مستوى رئيس الدولة وزير الخارجية هم اللي يقدروا المصلحة العليا نتاع البلاد ومدى تداعيات القرار هذايا. هل أن الشعب التونسي مستعد للتضحيات من بعد؟ لأنه سهل اليوم أنك تاخذ القرار أما كلفته باش تكون بعد. هذا باش نرجعوا له احنا مستعدين اليوم والا مش مستعدين كتوانسه في التفاصيل نتاع تداعياته. راهي مش بحكايه نتاع معناها نهار وعدي وغدوه تبرد الامور ونلقاو رواحنا نجدفوا تقريبا باش نرجعوا له بعد شويه مع ضيفنا الاقليمي والدولي. باش نرجعوا له مع ضيفنا نختم هوني خاطر مازلنا مع عبد اللطيف المكي باش يطول النقاش في هذا. معيب جدا ان تصبح القضيه الفلسطينيه اللي المفروض اليوم تجمعنا امام ما يجري على الاقل خلي يوفى هالمحنه اللي يمر بها ويوفى القصف ويوفى القتل ومن بعد نختلفوا. معيب اليوم ان الناس تختلف امام هذه الوضعيه. المفروض اننا موحدين حول هالقضيه هذه ماهوش قاعدين نسجلوا في نقاط سياسيه على بعضنا. الاختلاف يقدم بالبشريه راه الاتفاق عمره ما يقدم. عملنا توافق وشبناه ونوصلنا خلينا نختلفوا على الاقل في قضيه مصيريه كيف هكا. اليوم مقسمه توانسه في زوز هي تعطونا كل طرف سياسي يعطي راي بكل وضوح لان المسائل هذه لا تحتمل المنطقه الرماديه اما انت ابيض او انت اسود. نمشيو لباريس وين اختتمت قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية وكانت بحضور 30 زعيم أفريقي وأوروبي من بينهم رئيس الجمهورية قيس سعيد وتقريبا بلاغ ختامي في ختام هذه الزيارة لرئاسة الجمهورية. من أبرز ما جاء فيه أنه رئيس الدولة دعا إلى شطب ديون الدول الفقيرة أو تخفيف جانب هاب منها لا سيما مع ارتفاع حجم الديون هذه والفوائض المنجرة عنها. هذا اللي طالب به الرئيس الجمهورية قيس سعيد وهذا ناجي حتى يذكرنا بالدعوة اللي وجهها حكيم بن حمودة لرئيس الدولة يطالب فيها بدعوة بقية القادة إلى تعليق دين تونس أو فسخه مرة واحدة. يعني أنا نقول نتمنى طبعا كتونسي أنه تم شطب على الأقل ولو جزء من الديون المتراكمة متاعنا خاصة تجاه صندوق النقد الدولي وتجاه البنك الدولي وتجاه أيضا كبار المانحين الدوليين يعني وخاصة الدول الأوروبية. اليوم في نادي باريس ومجموعة العشرين وكما كان يحكي لطفي معناها للأسف الشديد معناها بعض احنا نقوله معناها يعني طوبة للسودان اللي توقع يشهد في انتقال ديمقراطي لكن الشطب جزء من الديون بتاعها والحجم الجملي لديون السودان يقدر ب 60 مليار دولار واللي تم شطبه حوالي 500 مليار دولار المثل تقريبا حوالي 38% يعني كان بمثابة الهدية ريكومبونس هدية للسودان للخطوة اللي اقتحى نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني. أيضا في اللقاء هذا المهم معناها تم منح السودان أيضا 1.5 مليار دولار وتم منح 5.7 مليار دولار لحوالي تقريبا أكثر من 30 دولة إفريقية تعاني ومعناها ما نجمش تتعافى من الاثار الاقتصاديه. تونس في علاقه تونس الزياره هذه كانت مثمره ناجي يعني اذا تو سمعت انا في البلاغ اللي كنت اقرا فيه تو معنا رئيس الجمهوريه يدعو لشطب دون انا نتمنى ان تستجيب
يعني يستجيب نادي باريس في اللقاء هذا وتستجيب مجموعة الدول العشرين القوية اللي مشرف على اللقاء هذا. شطب عيون الدول الفقيرة من المفروض تونس أين تصنف؟ الشطب أي تونس طبعا تونس من الدول اللي بيما معناها الدول اللي تعاني من صعوبات كبيرة. نتمنى أنه تم الاستجابة للدعوة دي، لكن على ما يبدو وحسب المؤشرات الأولية تبعت الحقيقة اللقاءات ما ثماش رغبة ما ثماش استعداد ل شطب ولو جزء قليل من ديون تونس. حكاية أنت معناها توا قلتها، الرئيس التونسي يدعو إلى شطب ديون تونس في نهاية القمة، مفروض الكلام هذا يتقال في بداية القمة، ثم نرى مخرجات هذه القمة بالنسبة للطرف التونسي. لكن مدام ديما ثم لكن، تعرف اللي القمة هذه يا ملاك تم الأعداد لها والإعلان عنها منذ نوفمبر 2020، تم اجتماع قادة العشرين دولة دول الشمال دول الأكثر ثراء على خلفية التقرير اللي أعده صندوق النقد الدولي، وقال أن الدول الأفريقية معرضة لفجوة مالية رهيبة ستبلغ 290 مليار دولار تحت تأثير جائحة الكورونا. ووقتها في نوفمبر اسمعني مليح تم توجيه الدعوة للدول الأفريقية الفقيرة لتتقدم بملفاتها ومقترحاتها. مر توا تقريبا 9 شهور يطلع قبل الندوة هذه البارحة الأولى الفرانك هذا يا باريس اللي هو المستشار الخاص لماكرون في الشؤون الأفريقية، اش يقول سيناجي؟ يقول راو عنا 9 شهور من اللي اعطينا النداء هذا، راو تونس ما جاوبتناش وما بعثت لناش حتى ملف، راو تلقينا ملفات من أثيوبيا من تشاد من زامبيا لكن تونس ما جابت لناش الملف. يعني ما أخشاه أنه رئيس الدولة مشى إيديه فارغة ما عندوش طرح للمطالب التونسية. أختم بحاجة واحدة، تصنيفنا اليوم مع الدول الأفريقية الفقيرة أصبح أمرا واقعا. إذا السودان استفادت من التطبيع هذا شأن يخص الشعب السوداني وقيادته. أحنا سيد الرئيس وقت مشى مفروض رأي في مكتوبه ورقة مهمة جدا أنه الانهيار الاقتصادي اللي تعيش فيه تونس واللي هدد حتى بانهيار صار الديمقراطي، سيد الرئيس فيدك ورقة الهجرة السرية. نحن اليوم نكتفي بدور شرطي لجنوب أوروبا، هذه الورقة شفنا كيف استثمرها الأتراك ويتقاضون عنها 3.5 مليار موضوع كبير كل عام. اليوم بدل أن نذهب باليد السفلى وبعقلية التسول مثل الدول الأفريقية الفقيرة لدينا على الأقل رجعين ورد في الموضوع التي يمكن أن نقايض ونبتز بها الاتحاد الأوروبي وكبار العالم. الجديد. هل حصل هذا؟ هل تم الخطاب على هذا المستوى؟ ما نعرفش. نقاش طويل. فقط في الأثناء انزل بيان الإدانة الصادر عن مجلس نواب الشعب اللي عبر فيه عدة نقاط، هو نلخص أبرزها: إدانة المجلس الاعتداءات الوحشية الإرهابية لجيش الاحتلال على أهلنا في القدس وغزة وكل ربوع فلسطين، وأيضا سياسة الاستيطان والحصار والميز العنصري، الدعم الكامل للمقاومة الفلسطينية ولصمود كل الفصائل اللي توحدت حول خيار المقاومة والوحدة الوطنية، دعم مبادرة تونس المقدمة لمجلس الأمن الدولي حول القدس والدعوة إلى أحداث لجنة القدس وفلسطين في مجلس النواب، ومساندة كل التحركات الشعبية والحملات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، ودعم دعوة جامعة الدول العربية إلى دعم المقاومة الفلسطينية بكل الوسائل اللي تعزز صمودها وقدراتها على التصدي لهذا العدوان الغاشم، التسريع في عرض المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في أقرب الأجال، ودعوة كل أحرار العالم إلى في المجالس البرلمانية والمنظمات الحقوقية والمدنية والإقليمية إلى استنكار الجرائم الصهيونية. تقريبا أهم نقطة هي عرض المبادرة في أقرب الأجال. شكون موقع توقيع رئيس المجلس؟ رجل غنوشي مفروض. إذا هو موقع البيان هو لا يعد أن يكون البيان بين عشرات الالاف من البيانات العربيه، اما على كل فيه التزام بتقديم المبادره التشريعيه وتجريم التطبيع. ختم هو باسم اعضاء المجلس ككل وختامه عاشت فلسطين حره مستقله، عاشت القدس الشريف عاصمه للدوله الفلسطينيه. دخلوا في التعويم باش نرجع له مع اللطيف المكي، هو باسم اعضاء مجلس نواب الشعب التوقيع هذا بالتحديد كان. باش نحكيوا على موضوع ما نجمش نغلق الفلاش نيوز ما غير ما نعقب عليه
إضراب أعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص، القبضات بلغة أبسط للمشاهدين. أكثر تفاصيل حول المسألة هذه في روبورتاج زميلنا زيد الزيدي. تعطلت انا تو ثم شكون واقف على تمر تاع 5000 من نهار 29 لليوم، معناتها شوف انت تمر يقعد يمشي عليه شهر كامل وقفوا له مصالحه الكل ولا شيء مش معقول هذا نشوف فيه. احنا توا موجودين امام مقر وزاره الماليه وين يتواصل اليوم الثاني على التوالي الوقفات الاحتجاجيه لاعوان وموظفي القبضات الماليه للمطالبه بتسويه وضعياتهم الماديه. احنا اليوم المطلب الاساسي والرئيس نتاعنا هو النظام الاساسي الخاص لاعوان الجبايه والمحاسبه العموميه والاستخلاص، اللي هو ما فيش مطالب ماديه كما يدعي البعض، لكن هو في الاصل في ضمانات حقيقيه لعون الجبايه باش يؤدي المهام نتاعه وباش يغذي الماليه العموميه. بالنسبه لنا احنا الاضراب كما تعرفوا عمره ما كان غايه، بالعكس بل هو وسيله للضغط. اضطرينا له اضطرارا بحكم يعني صد باب التفاوض وابواب الوزاره مغلقه، كما لو اننا نتعامل مع وزاره مستقله. طيب ومع ذلك يتواصل تعطل المرفق العام. نحكي على القبضات الماليه، ما مدى موقف سلطة الأشراف من كل هذا؟ على كل حال أكيد كل هذه التفاصيل والمعطيات باش نتابعوا لها. الإضراب اللي كان انطلق نهار 26 أبريل وما زال متواصل إلى حد اللحظة. أكثر تفاصيل انضمنا عبر الهاتف موهوب عروش كاتب عام النقابة الأساسية للمحاسبة العمومية والاستخلاص بتونس. أهلا وسهلا بك، مساء الخير. أهلا بك عسلامة. مرحبا بك. مرحبا بك. اليوم خلينا ربما ناخذ الجديد وتصريح وزير المالية علي الكعلي اللي يعتبر أنه أضراب النقابات هذايا سياسي وما هوش نقابي ولا يمت بالعمل النقابي بصلة. شنو أرادكم على ذلك؟ اليوم أنا يعني للأسف رأينا ما يتغيرش منذ ليلة البارح، يعني في خصوص السيد وزير المالية اللي قام البارح بمغالطات للرأي العام وتحريض وتشويه وتجيش يعني للرأي العام ضد أولاده، يقول هو ضد أعوان الجبهة والمحاسبة العمومية والاستخلاص. يقول لك أولادي وهم مش أولاده برك، يتسموا أولاده أبهاته أمهاته بالنسبة لأعوان الجبهة والمحاسبة العمومية والاستخلاص. اليوم يواصل في نفس السياسة نتاع المغالطات ونفس السياسة نتاع التشويه لأعوان المالية اللي هما أساس وزارة المالية. اليوم الإضراب نتاعنا إضراب احتجاجي قانوني، لانه ما يعرفش الفرق بين الاضراب العادي اللي هو فيه بريابي نتاع 10 ايام نتاع اضراب وبين الاضراب الاحتجاج اللي هو يكون رده فعل على اللامبالاه وسياسه التنقع نتاع سيادته. وفي الاثناء فيما يخص يعني اليوم كيف نقولوا احنا الاضراب نتاعنا يحكي على منحه، لا سيد الكريم احنا اضرابنا ماهوش على منحه، اضرابنا على استحقاق
منحة نقدت فيها ما عطيتش حق العبيد، قمت بعملية فتو. هذه يعني كنقطة ثانوية، أما الأهم من النقطة هذه النقطة الرئيسية اللي هو النظام الأساسي الخاص بالسلك هذا اللي هو يعطيهم الضمانات الحقيقية باش يقوموا بواجبهم الجبائي وباش يعني يغذوا المالية العمومية ويعانوا على استقلالية القرار الوطني. يعني اليوم يعني في بلاد باش نحفزوا احنا الاعوان هذوما ونحافظوا على استقلاليتنا ونحاولوا ان ما نهاجموش يعني المالية العمومية ووحدة الدولة ونرتهنوا للخارج، لا احنا نولوا نحاولوا نشاولهم سمعتهم. لكن القطاع هذا قطاع أبي والقطاع دائرة وما هوش باش يتراجع على ما طالبه، وربما تكون ثم نوع متاع المطبات اليوم وألا نوع متاع الأرسلمون وألا نوع متاع الضغط وألا الرجوع المربع الظلم والاستبداد عن طريق التأخير وألا السلطة باش تكشف على أنيابها. لكن أنا نحب نقول له أن رانا ماذا حق وراءه طالب، رانا ما خذيناش حقنا اليوم باش ناخذه غدوة، رانا باقونا ما بقي الزعتر والزيتون. سي مهوب، فقط في سؤال أخير، إلى متى سيتواصل الأضراب هذا، خاصة أنه التعطل مش فقط على مستوى مصالح المواطنين لكن أيضا على مستوى حتى مصالح الدولة خلينا نقول ككل والمالية العمومية؟ بالنسبة لنا احنا الإضراب هذا احنا منفتحين على كل شيء، عنا هي كنا في الاتحاد احنا تعودنا بصوت العقل وصوت الحكمة. عندنا فترة اليوم نتاع شهري نتاع يعني موظفين نتاع أجراء اللي احنا نعتبروهم يعني نعتبروه أولوية ونعتبروه خط أحمر الشهري هذونا، وعمرنا ما نرتهنوا يعني الأجراء أو يعني المكتوب نتاع العون ولا القبة نتاع العائلة. أكيد باش تكون تم حلول يعني في القريب القريب العاجل. يعني مبدئيا احنا قررنا النهار 21، لكن كل شيء جاهز لأجل مصلحة تونس ولأجل مصلحة المواطن باش حتى حد ما يزيد علينا في الوطنية متاعنا وإلا في مصلحة المواطن وإلا في يعني السير العادي للمرفق العام اللي هما كانوا مسؤولين في التعطيل متاعه في تعطيل مصلحة المواطن. شكرا لك مهوب عروش، كاتب عام النقابة الأساسية المحاسبة العمومية والاستخلاص بتونس. ذكركم بعد شوية ضيوفنا يكونوا على توالي عبد اللطيف المكي القيادي في حركة النهضة، وأيضا صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد الاتحاد العام التونسي للشغل. قبل ذلك رونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. رونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. مرحبا بكم في موعد جديد من غونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. اليوم نحكيو على لي كاتالوج سبيسيال جاردان اللي ينطلقوا غدوة في مغازات كارفور وكارفور ماركت، واللي باش يتواصلوا إلى غاية 30 من هذا الشهر 30 ماي بالتحديد. الكاتالوج اللي فيه برشا اختيارات وبرشا شواء، وينطلقوا مجموعة من العروض الخاصة والحصرية لكل ما يهم الحديقة متاعكم. لطفي أنا مصر على أنك تبقى ونعرف مغروم بالجردة ولا ساعة برشا، هذاك على جيزمك تشوفوا الكتالوج هذية وتشوف الناقص. نجي أنت كيف ما ديش حديقة، ما نحب الحديقة طموح. أنا في الشقة، أنا ما تمتع كي نطلع محمد وانت والله في شقة، ويريد تكون عندي حديقة وعندي فيها هكا بليس واحد فين يقعد يعني. كلكم طلعتوا كنا في شقق في شقق حتى أنا ننضم لكم، يلا عملنا أوفر في الفيلات ومن بعد توجي جردة الساعة في بالي حبيتكم تتابعوا بشرحكم على تلهوا كي تقوم السياسه تمشيو تلهوا بالحديقه نتاعكم بالجرده نتاعكم. نتابعوا الحقيقه نتابعوا في المواد كل اللي قاعد نحكيو على دي سالون راه مستهلك الى ذلك مستهلك هكا. كتالوج يوفر لكم مجموعه هامه ايضا من الاجهزه المنزليه والالات اللي يسهلوا عليكم القضيه اليوميه وحياتكم اليوميه. اكيد عروض اخرى في عده منتوجات اخرى، وكل عاده الكتالوج هذا تلقاوه موجود على سيت ويب كارفور تونيزي وإلا الباج في فيسبوك كارفور تونيزي. مازال مواصلين معكم في رونديفو القدرة الشرائية مع كارفور، ونذكركم اللي كارفور يحط على ذمة حرفائه ألو كارفور. كان عندكم أي سؤال ولا باش تعرفوا أي معلومة تتصلوا بألو كارفور على 70 248 248، 7 جور سور 7 تقريبا كامل أيام الأسبوع ديسبونيبل. وكل ما تتصلوا بالرقم هذايا 70 248 248 تلقاو شكون يجاوب على أسئلتكم. هذا اللي عندنا اليوم، غدوة في نفس التوقيت رونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. رونديفو القدرة الشرائية مع كارفور.
بقية المتفرقات الوطنية والدولية في غونديفو نيوز. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 901 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ أول أمس و50 حالة وفاة جديدة جراء الوباء، ليرتفع إجمال الوفيات منذ ظهور الجائحة إلى 11899. طلب اليوم وزير السياحة والصناعة التقليدية لحبيب عمار بضرورة منح المهنيين والعاملين بالقطاع الأولوية في الحصول على تلقيح المضاد لفيروس كورونا، مؤكداً أن القطاع السياحي هو السبيل والطريق لتنشيط العديد من القطاعات الأخرى وعودة الحركية الاقتصادية في البلاد. بلغ عجز الميزانية 760 مليون دينار مع موفى الثلاثي الأول من سنة 2021، ليتقلص بنسبة 27% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، وفق ما أظهرته النتائج الأولية لتنفيذ الميزانية لموفى مارس 2021 التي نشرتها وزارة المالية. أعلنت الجامعة العامة للنقل في بلاغ اليوم عن تشبثها بتنفيذ الإضراب العام القطاعي للنقل براً وبحراً وجواً يوم 20 مايو الجاري. أفاد اليوم النطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي بأن العناصر الإرهابية التي تم القضاء عليها فجر أمس بأحد مرتفعات جبال القصرين هم جزائريين اثنان وثلاثة تونسيين تابعين لكتيبة عقبة ابن نافع الإرهابية. حجزت تشكيلة عسكرية بتطاوين 41 بندقية صيد عيار 12 تناهز قيمتها 240 ألف دينار كانت لدى شخص حاول اجتياز الحدود التونسية الليبية خلصة قبل أن يلوذ بالفرار باتجاه التراب الليبي لدى محاولة إيقافه وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني. نظم اليوم عدد من المحامين التونسيين بقصر العدالة بتونس وقفة تضامنية لمساندة فلسطين وتنديداً بما وصفوه بالاعتداءات الصهيونية الوحشية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني. في أخبار العالم، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس أن بلاده ستلغي ديون السودان البالغة نحو 5 مليارات دولار، مشيراً إلى وجود اتفاق لتسوية جميع متأخرات السودان، ومن المتوقع أن يؤكد صندوق النقد الدولي ذلك بنهاية جوان. أهلا وسهلا بكم من جديد. نحكي ملفات اقتصادية، نحكي على المحادثات الأخيرة بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح اللي مشات به الحكومة إلى المفاوضات هذه. هذا الكل على طاولة النقاش مع ضيفي ليلى إصلاح الدين السالمي الأمين العام مساعد الاتحاد الشغل المكلف بالدواوين والمنشآت العمومية. كل عام تحيي بخير. مرحبا سنين دائما، وتحية لكل المشاهدين وتحية للضيوف. مرحبا بك، شكرا لك على تلبية الدعوة. قبل ما نبدأ التقرير لزايد الزايدي وراجع للنقاش. شارعت تونس في إجراء المحادثات التقنية مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض اللي تطمح للحصول عليه عبر عرض البرنامج الإصلاحي أمام ممثلي الصندوق والإدارة الأمريكية والبنك الدولي. وفي خضم الجدل القائم حول مسألة الإصلاحات، أوضحت الحكومة أنه ليس لديها برنامج رفع الدعم، بل لديها برنامج للتوجه الدعم إلى مستحقيه. وبالنسبة لتقليص نسبة الأجور، تطرح برنامج اختياري لتقليص عدد ساعات العمل مقابل تقليص قيمة الأجور. هناك لبس في موضوع الدعم. نحن الحكومة ما عندناش برنامج متاع رفع دعم، احنا عنا برنامج متاع توجيه الدعم للناس اللي تستحقه. نحط الآليات اللي عند الدولة الكل موجودة، دعم موجه لمستحقيه. احنا عنا برنامج متاعنا فيه بالنسبة للموظفين عنا برامج اختيارية، تقليص عدد ساعات يقابلها تقليص في كتلة في الأجور. ما عندناش برنامج إجباري يجبر الموظف على تقليص ساعاته مقابل تقليص في الأجر متاعه. هذه البرامج كل إن شاء الله مش نتحدث فيها أيضا مع صندوق النقد الدولي، نتحدث فيها كذلك نواصل الحديث فيها مع المنظمة الشريفة. في المقابل ينفي الاتحاد العام التونسي للشغل موافقته على فحوى المفاوضات اللي تم إجراءها في واشنطن مع صندوق النقد الدولي وقادها وزير المالية الحالي، كما أبدى الاتحاد عدم رضاه على التمشي لتنتهج الحكومة، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة من المفاوضات الاجتماعية باش تكون صعبة في ظل غياب رؤية سياسية مستقبلية واضحة. وكان أوضح في وقت سابق الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن وزير المالية أعد وثيقة الإصلاحات في غرفة مغلقة، وكان على الحكومة أن لا تتحدث عن التشاركية بتحايل ومغالطة الرأي العام.
شفنا أن وزير المالية يخدم خدمة في حجرة مغلقة ومشى بها كأنه هز كرة ثلج يجري بها للمفاوضات ويسوق أنه الأطراف الاجتماعية معنا ربما معها أطراف اجتماعية أخرى كاتحاد كان من المفروض أنه نتحدث على التشاركية نتحدث عليها بوضوح مش بالغفلة مش بالمغالطة ومش بطريقة التحايل هذه اللي تخلي الأمور ما تمشيش أبدا. هذا وقد نفت المنظمة الشغيلة مشاركتها في المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي. نذكر اللي اليوم تبدأ المفاوضات التقنية بين تونس وصندوق النقد الدولي حول القرض اللي متجه نحو الأنظار بعد جولة أولى من المحادثات بين الطرفين. مرحبا بك صلاح الدين سلمي من جديد الأمين العام مساعد اتحاد الشغل المكلف بالدواوين والمنشآت العمومية. قبل ما نبدأ في الملف الاقتصادي وفي النقاش الاقتصادي، غدوة مسيرة وطنية ادعى لها الاتحاد العام التونسي للشغل نصرة للفلسطين والقضية الفلسطينية. كيفاش باش تكون المسيرة هذه وشكون باش يشارك فيها وكيف سيتحرك الاتحاد خاصة فيما يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني؟ هو شكرا، يعني مشكورة جدا أنه خير الحديث بهذا الملف وبهذه القضية المطروحة حاليا، ومن هذا المنبر طبيعي جدا نوجه نداء فعلا لكل مواطنين للمشاركة غدا في المسيرة اللي دعا لها الاتحاد العام للتونسي للشغل ضمن عديد المنظمات الأخرى والمكونات المجتمع المدني وبعض الأحزاب السياسية أيضا. والمسيرة هي أساسا هدفها التنديد بما يحصل من جرائم صهيونية في حق شعبنا في فلسطين، وأساسا للمطالبة بسن قانون لتجريم التطبيع، وهذا تقريبا أكبر هدف موجود للمسيرة، وهذاك علاش نقوله نحن الدعوة مدعو لها لكل من مقتنع وله فعلا ليس الرغبة بالكلام من عمليا قولا وفعلا في سن قانون لتجريم التطبيع أن يكون غدا مشاركا في هذه المسيرة. نجيو لمسألة المفاوضات التقنية اللي بدأت اليوم بين تونس وصندوق النقد الدولي. نرجع حتى للبرنامج الاقتصادي وعناوينه العريضة اللي حكاوا عليها أو حكيت عليها الحكومة وحتى الوفد المفاوض اللي كان اتجه إلى واشنطن مؤخرا. اليوم المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة هشام المشيشي يقول أنه هناك توافق مع المنظمات الاجتماعية الكبرى في لقاءات بيت الحكمة على محاور هذا البرنامج الاقتصادي اللي اليوم نسمعه في تصريح مخالف ونسخة مخالفة. سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل يقول اللي هذا مش صحيح. حتى أنا قلت مش صحيح، حتى أنا قلت مش صحيح ونقول من اليوم التورة مش صحيح. وفعلا هات أنا ماذا بيه لو كان موجود من الطرف الحكومي موجود واحد اليوم، حتى لو ساعات عندنا مثل شعب يقولوا الحديث عينين هكا باش يكون معنا غدوه ان شاء الله وزير المالية. يعني يكون موجود واحد من الاتحاد، موجود اي كان يكون من الاتحاد يكون موجود عضو معاه، خلفهم بالضبط، خلفهم الراي العام وشوف على الوسط. ماذا بينا تصير مواجهه بيناتكم؟ لا بالضبط، لا ماشي مشكله مواجهه، مشكله مواجهه علنيه. ايوا لا خلنا نفرشوها الكارثه هذه. شنو واحد نقولوا نحن البناش هم يقولوا اعطيك اخر علامه عندنا. بعثنا مراسله رسميه لرئيس الحكومه لطلب هذا التقرير، ولا حد العشية قبل ما نجي لهنا لم نتحصل على هذه النسخة. هو المولى والأخ لم يلعب قال يقول الكلام هذا رسميا بعث الأخ لم يلعب. إذن علاش المستشار الاقتصادي يحكي على أنه تم إعلامكم بتفاصيل ربما في لقاءات بيت الحكم؟ هذا تسل فينا وتسل الجمالية. آخر حاجة أنه بعثنا رسميا بعد ما دار هالحديث وبيت الحكمة والحديث على اليمين وعلى اليسار وزير المالية والتفقين مع الشركاء الاجتماعيين، ونحن ما عليش الكلام هذا ما تسمياش. أنا نحب نستوضح من حاجة في النقطة هذه بالذات. الحكومة صحت معاكم بيان مشترك مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وفيه قصة اللجان مش تعمل معناها وما نعرفش بدات ولا ما بداش اللجان به. ثم يعني حضرته في الجلسة الافتتاحية الأولى في سلسلة لقاءات بيت الحكمة، بقية اللقاءات الاتحاد كان غايب به. هالوثيقة هذه المسربة وثيقة الإصلاحات اللي تحدث عليها واللي طالب الاتحاد وقال سميتاري أنه أنا تعمدت في غرفة مظلمة ما ريناهاش، نحب نعرف علاش رئيس الحكومة تصرف هذا التصرف مع الاتحاد؟ واضح وعارف التصرف. أولا هات نرجع سأل البيان المشترك، ودجا نحن في المكان هذا بدي وخويا لطفي حاضر موجودين فيك وجبدنا وقتها إثرة للمضاعة البيان المشترك بين الحكومة والاتحاد.
وقلنا البيان المشترك راهو لا يختلف عليه، هات نقروا البيان ونقروا الاتفاق 22 اكتوبر 2018 تقريبا نفس الفحم. عندناش حاجه جديده راهو بين البيان المشترك التام وبين الاتفاق اللي خاص بالزياده في الاجور وقتها، لكن اضافه للزياده في الاجور في القطاع العام 22 اكتوبر 2018 هناك محاور اخرى ضروره التصدي لها وضروره الحديث فيها وضروره الجلوس عليها والمعادات، وهو مشكله الدعم ومشكله المؤسسات العموميه ومشكله الترفيع في الاسعار ومشكله الاحتكار وكيفاش يعني مسالك التوزيع وغيرها، هذه كلها موجوده في نفس الاتفاق. قلنا لهم ونحن خلي تقريبا من اللي جينا من 2017 ما نقولش من قبل، ونحن هالاصلاحات الكبرى نسمعوا بها والاصلاحات الموجهه نسمعوا بها، ونهار كله نحن ننادوا في كل بياناتنا في كل اجتماعاتنا في كل لقاءاتنا في 5+5 ولا في 4+4، يا ودي اجي نشوفوا هالاصلاحات الكبرى تاعك خلينا نحطها. بالعكس نحن استبشرنا خيرا بذلك البيان، ولا لعل فعلا اصبحت اليوم جديه خاصه تحدد انها المؤسسات المعينه وهاو بالضبط تتكون لجان، لجنه لهذه ولجنه لهذه ولجنه لهذه وتكونت اللجان. فهمتني؟ من ذلك اليوم إلى هذا التاريخ لا اجتمعت لجان ولا تحطينا محاور ولا فينا المؤسسة هذه مش نعملوها ولا المؤسسة هذه شنو برنامجها، بل بالعكس طلبنا قلنا راهو ضرورة عند الانطلاق في مفاوضات حول أي مؤسسة من المؤسسات ضرورة من معطيات. المعطيات ما تكونش عندنا، المعطيات تكون كان عند خاصة وزارة المالية تكون عندها، عند رئيس الحكومة ورئيس الحكومة بيديه جانا حتى الاتحاد المغاربي نحن في اجتماع مع الخبراء نتاعنا وقال نحن على ذمتكم لوجيستين في كل ما تطلبوه. شنو اللي تبدل إذا؟ شنو اللي تبدل؟ علاش تبدل هذا؟ مش تبدل، هذه سياسة ماهوش تبدل. ما تبدلتش، ما ثماش حاجة كانت موجودة وتبدلت، هذه سياسة. ومن حقهم أنا نقول لك عنده الحق ما عرضش علينا التقرير. علاش؟ علاش؟ لأنه من المستحيلات السبعة باش نوافقوا على الموجود في التقرير على حسب الأصداء الموجودة. الاتحاد مش وافق على الدعم انتم 24 سي سلاح ما طلعتوش ما طلعتوش على الوثيقه هذه اللي سمات الحكومه اللي هي ورقه اوليه فيها جمله من الاصلاحات تم تقديمها لصندوق النقد الدولي في المفاوضات في واشنطن. انتم ما طلعتوش ما عندناش الحق، هي وثيقه مسربه وتسربت لنا احنا، انا واحد من الناس جد احنا بدينا سربت لنا سربت للناس واللي حتى محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعيه ناجي في ربط مع كلامك يقول انه اللي ورد في الوثيقه هذه راه ماهوش جديد، هو ما اعلن عليه خلال امام البرلمان رئيس الحكومه هشام المشيشي في عرضه لبرنامجه الاقتصادي. قلنا ناخذ مشكله الدعم، قلنا ضروره ترشيد الدعم، هذا موقف عندنا الاتحاد، ما قلناش لا والناس كل ماشي فيه ما فيش حتى واحد ضد، اما ماهوش الغاء الدعم هنا لسنه 2024. هذه توصيات صندوق النقد الدولي هذه. لا هو توصيات هم هزاوا في البرامج، مش توصيات صندوق النقد الدولي خويا ناجي. هم هزاوا هم هزين. بناء على توصيات صندوق النقد الدولي. هم طالبين هذاك علاش الغاء الدعم. واتفقوا حتى على موعد الانطلاق في مشروع ماذا اصلاح منظومه الدعم اللي هو باش يكون جويليا 2021. اي بالضبط من 21 باش يبدا من جويليا 21 حتى ال 24 ما عاد يبقى انهاء الدعم على مستوى سواء المواد الاساسيه سواء على مستوى وتعويضه بمستحقات ماليه. تعويض مستحقات شكون البلاتفورم نتاع العائلات المعوزه. ولكن انا باش نسالك سؤال كان خاطر نحس لي وانا نخلعوا في باب محلول. بمعنى علاش الانزعاج هذا من الاتحاد والحال انه من شروط صندوق النقد الدولي الجديده في هذه المفاوضات انه اليوم لابد من امضاء الاطراف الاجتماعيه الهامه وفي مقدمتها اتحاد الشغل. يعني الحكومه تكتب اللي تحب، تبرمج اللي تحب، توعد باللي تحب صندوق النقد الدولي، في النهايه الاتحاد باش يلقى اللي صندوق النقد الدولي باش يقول له ايجا صحيح على الوريقه هذه، وصندوق النقد الدولي مش تونسي، دونك ما يعرفش يخبي، كل شيء باش تلقاوه منشور وعندكم انتم القرار تمضيوا او ترفضوا، وبالتالي اليوم ربما وكان في جدل بيزنطي معناه. انتم في الاخر باش ترجع لكم للسينياتور. لا مش هذا، مش هذا، بالعكس اكزيجي من لا في بالعكس هو الوثيقه نحن استبصرنا خير نقول بالوثيقه الاولى هذيك هي المنطلق. لا لا هو التفاصيل الاخرى المسوده التقرير المسوده هو باب النقاش مع لا في مين المسوده هذا شكون هزها وشكون اعدها؟ اعدتها الحكومه التونسيه.
المسودة بكل تفاصيلها حول المؤسسة العمومية. لكنها لن تمر، لن تمر مهما كانت التنازلات اللي فيها الوثيقة هذه إلا بإمضاء الاتحاد. لا معاش مش يمضي الاتحاد. نحكي لك يا صديقي العزيز، أنا نعطيك في فرضية، علاش قلت لك نخلعوا في باب محلول؟ أنت في الآخر استيلوك في مكتوبك، بيجي قدامك الوثيقة النهائية تمضي أو ترفض. طبيعي جدا. سامحني لطفي. أما أنت سامحني خويا ناجي. خليني. أما أنت علاش قلت لي الانزعاج للاتحاد ولا علاش انزعاج للاتحاد؟ لأن هالعملية هذه تاع عملية تاع مخاتلة، هذه عملية تاع دم احترام فيها زاده. ما معنى نحن نتفق باش نجلس وباش ندرسوا هذه وهذه 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 ونمشوا بنفس موقف موحد من طرف الناس كل. تمشي أنت كما قال خويا سامي، تمشي أنت في بيت مظلمة مسكر على روحك تعرفين قاعد السيد وزير المالية وتعمل مخطط وحدك أرد راسك أنت وشنيا علاقاتك بصندوق النقد الدولي ولا علاقاتك بصناديق المنح، الناس الكل تعملها كيفاش يعني انطلاقا من أنه كيفاش المهم تأخذ الموافقة وتدعي المشكل فين وتغالط الرأي العام وتخادع في الاتحاد وتخادع في الناس الكل وتقول أن الاتحاد موافق. هاي هم من الانزعاج يجينا نحن في الاتحاد. الموافقة ما تنجم تكون كان بالإمضاء. ما فماش موافقة شفهية اليوم، الموافقة بالإمضاء. يقول اللي يحب هو. أنت كما قلت لك عندك الإمضاء نتاعك. نتعاملوا مع حكومة انعدمت الثقة بيناتنا في الموضوع هذا، في الملف هذا. فعلا لازم تروح على هذا. لأنك في المسائل اللي طرحتها بالمسائل المطروحة. وهذاك علاش هو يمشي بها ويجري ويسارع بها لصندوق النقد الدولي، لانه يعرف كي تتعرض على الاتحاد من المستحيلات السابعه باش يوافقوا عليها. برمي في النقطه هذه، سامحني سامحني خاطر وجا في النقطه اللي باش نسال السؤال. يعني انت قلت من المستحيلات، سامحني يا نيس، قلت من المستحيلات باش نوافقوا عليها. انتم تعرفوا اللي فما مجموعه من الشروط وضعها صندوق النقد الدولي، معالجه قضيه الخصخصه، رفع الدعم، وصلت حتى كتله الاجور الى اخره. يعني اذا انتم اذا كان معناتها الباب باش يكون مقفل من البدايه، معناتها انتم المفروض تكونوا مستعدين تناقشوا على الاقل هالمسائل هذه مع الحكومه، مش غلق الباب من البدايه. احنا مستحيل نوافقوا. طبعا اذا كان مستحيل توافقوا طبيعي ما باش يمشي رئيس الحكومه وحده لصندوق النقد الدولي. انا كي تقرا في البيان في مشكله المؤسسات العموميه جبت انت في جمله كي نقولوا اصلاح مؤسسات القطاع العام وانقاذها حفاظا على دوامتها وعموميتها. اش معناتها عموميتها؟ معناها عدم خوصه. الموقف هنا اللي هزوا غير هذا. اللي هزوا هو بيع بعض المؤسسات او بعض الاسهم. او اسهم هو يقول لي انقاذ مؤسسات اخرى، هذا ما اتفقناش فيه، ما حكيناش فيه. هاو فين تقول لي ملول؟ احنا ملول صحيح. مشينا في عمليه الاصلاح في كل شيء، في كل قلنا الاصلاحات الكبرى في كل الملفات المجهوله نحن مستعدين لاصلاح. لا لا الحديث اللي تقال على انه بالمعالجه ستتم حاله بحاله كابركا، بمعنى انه فما مؤسسات سيتم اصلاحها، لكن فما مؤسسات اذا استوجب الامر خوصصتها والتفويت فيها لما لا. يا صديقي وصلنا نحن اشبينا نقصوا في السير قبل ما يسرق. نحن وصلنا الحاله هذه. نحن ديما في خطاب سيدي المؤسسه اولا دايمومتها وعموميتها يعني لا يعني هذه تعني يعني عدم خوصتها. هذا من هنا هذا بصح عليه هو، هذا ممضي عليه هو عمومياتها ودوامتها من عدم خوصتها كلها. هذا شو يحكي؟ انا على الاقل جبدنا المؤسسات هذوما السبعه دراستها حاله بحاله، كل حاله عند كل مؤسسه عندها ظروفها. خليني ساكشف سرا في اللقاء اللي كنت حاضر معنا لطفي العشاء الشهير الغير المعلن والسري ورئيس حكومه حاول شراء ذي مم ان شاء الله فيه شفاء خويا ناصر باع شيء ب 80 دينار يلا تفضل. انا شخصيا كوجات وبعض الزملاء منهم لطفي وجهنا الاسئله في الموضوع هذا بالذات لرئيس الحكومه، شو كان جوابه؟ رئيس الحكومه تحدث عن الاصلاحات هذه وخاصه اصلاح منظومه الدعم وكأنه الإصلاح تبرمج وتحط وتكتب على الورق وعطاها حتى ديدلاين وقال أنه مش يبدأ التنفيذ نتاعها في جويليا هذا جويليا القادم، وقال أنه مسات باش يعني مع رفع الدعم وهذا طلب من صندوق النقد الدولي باش يتم تعويضه بمنح مالية ستعطى في البداية لكل العائلات، ثم باش يتم استخدام البلاتفورم اللي حكيت عليها سلاح. لكن الحكومة عندها إشكال آخر أكبر مش عارف حلوه المشكلة هذا ولا ما حلوش، اللي هو الطبقة المتوسطة في تونس اللي اليوم نعرفوش النسبة نتاعها قداش. يعني إذا كان سجل الفقراء يعني
وقعت فيه ليدونتيفيكاسيون نتاع الفقراء واللي تحت عتبه الفقر، اللي في الطبقه المتوسطه ما تمش التعرف عليهم شكون الطبقه المتوسطه قبل 10 سنين تالي كانت تمثل 60% من تركيب المجتمع التونسي. اليوم تهرت الطبقه هذه بارتي منها، قسم كبير منها طاح الى مستوى عتبه الفقر نتيجة غلاء المعيشة في تونس وتدهور المقدرة الشرائية. لك رئيس الحكومة يتحدث على الإصلاحات هذه ويتحدث حتى على بيع أسهم المساهمات نتاع الدولة، المساهمات القليلة مينوريتير نتاع الدولة في بعض المؤسسات العمومية، وما نعرفش أعطى وقتها حتى رقم، قال ربما يعني قال مازالت الحكومة ما حددتش العائدات المالية نتاع بيع المساهمات هذه. كي نسمعك توا سلاح تقول أنه الاتحاد ما هوش على علم واللي تم امضاء وذاك كان مجرد على الالتقاط الصوره كما قال سامي طاهري. تو تتصور امين عام مساعد سواء ديالو الاخوين قبل خويا سامي ولا غيره ولا نابح ذاك اليوم ونفتري وهات نقول الكلمه على روحي نكذب على الناس؟ لا لا حشيك قول لك ما علمناش ما علمناش بخلاف دونك شو الحل؟ شو الحل؟ هو شبيه هو وحده هو شنو المشكل؟ المشكل كالتالي، هو يلزم يهز برنامج باش ينجم ياخذ 12000 مليار. كيفاش ليه التسهيلات اللي لازم يعملها؟ مستحيل ولازم يقدمها ويسوق لها بها الاعلاميين والدنيا كل ويحط اللي احنا تشاورنا مع الاطراف الاجتماعيه، انا الاطراف الاجتماعيه، ممكن الاطراف الاخرى ما عدا الاتحاد العام التونسي شغل ندافع على الاتحاد على الاقل بالنسبه لنا. لم يقع التشاور مع الاتحاد في هالبرنامج. نجي قال لك سؤال مهم، شنو هو الحل؟ سامحني، هل الطبقه الوسطى اللي جبتها لي خويا ناجي أرأي تدحرجت نحو عتبة الفقر؟ واضح هذه وراي الطبقة الوسطى، لا معلم، معلم أستاذ مدرسة ابتدائية والمرأة في الدار المرأة كيف كيف؟ لا مش قادر، لأن المرأة باش نوايا باش ناخذ دبوسة غاز ب 24 دينار كي ترفع لها الدعم، ولا الخبز ب 650 فرانك ولا ما قادش باش تولي. شنو هو الحل؟ باش يقول سي صلاح الدين سامي هذا إيه، لكن شنو رايك انت توجيه الدعم الى مستحقين؟ انا مستحق للدعم. إيه هو قال توجيه الدعم الى مستحقين، يعني تو تبقى تصريحات السيد وزير الشؤون الاجتماعيه اللي حضروا في دور بلاتفورم للعائلات المعوزه. للعائلات المعوزه وهذا كان في حق تصريح خاص به نتاع العائلات المعوزه، فضلا عن تدهور للطبقه الوسطى، العدد نتاع الفقراء في تونس كل شهر قاعد يزيد، وحتى قاعده البيانات راهي ماهيش محاينه وقاعده تتغير. هذه نتاع كورونا اللي تو ادت الى اغلاق الاف المؤسسات، كل يوم يتدفق على سوق البطاله الاف التونسيين جدد برشا العالم. انا باش نعطيك سؤال، باهي تقول انت انه العائله بطبيعه الحال صحيح ما نجموش يخلصوا 24000 دبوس الغاز ولا 500 حق الخبزه. اي شنو هو الحل؟ انه مثلا الملياردير في تونس وربي يزيدوا يبقى هو بيدو يشري في الباكيت 200 فرنك ويقري في ولده بلاش في مدرسه عموميه وربما يداوي بلاش ويستهلك في النقل العمومي كيف وكيف اي فقير تونسي. شنو الحل؟ شنو حلكم؟ عندكم خبراء في الاتحاد اشتغلتوا على الملف هو قعد على الطاوله، صار نعطيه الحل، هو ما قعدش معي على الطاوله، انا نعطي حل في التلفزه. انا علاش نقول شنو الحل؟ على خاطر فقط نستسلم في كلوت فيه تعطي فيه للشعب مش للحكومه. خلنا نسمعوك، لا لا انت تو طلبت مواجهه بينك وبين طرف حكومي على لا حتى التصريحات حتى فقط موضوع بخبرانا وبخبراهم بهيكلنا وبهيكلهم هم كسلطه سياسيه يتفضلوا على الملاء. راهي التصريحات حتى التصريحات ولات اخذت منحى تصعيدي. علاش كي نرجع سؤال ناجي مهم جدا، شنو الحل؟ انا كي نسمع زاد الامين العام المساعد سامي الطاهري اليوم يقول انه الحكومه عمرها قصير واحزمتها بدات ترخف، وهوني نشوف وكانه بدا يبعد الحل هذايا وبدات اللهجه التصعيديه من هذا الطرف او من ذاك، ونساله الحل في الحل في هذايا باش يجي بالخطاب هذايا. شنو الخطاب؟ الخطاب لا والخطاب الاخر باش يجي لا لا كيف كيف، انا نحكي على الجهتين مش نحكي فقط على سامي الطاهري او الاتحاد. يفز البارح وقت يسهل خونا شاكر في الوطنيه واحد بحال ويسهل وزير الماليه يقول له الاتحاد قال ما اتفقتش مش متفقين، يقول له لا على خويا هما يمشوا يتفقوا في بعضهم او مش متفقين مع القياده نتاعهم. هذا كلام، هذا كلام تاع وزيره، هذا وزير يحب على حوار ويحب يوجد حلول ويحب يقدم الاقتصاد. ما معنى انه يقول انه الحكومه من الازمه بهالطريقه هذه؟ اش معناها الحكومه عمرها قصير؟ اش معناها الحكومه عمرها قصير والازمه نتاعها بدات تتراخى او تترخف كما قالوا؟ بهالشكل هذا لانه يبدا التباعد بينه وبين الحكومه كمنظمه، مش نقول كل امور واضحه بالطريقه الماشيه بها،
وبالمحاولة اللي هزتها صندوق النقد الدولي واللي هاك عطيت انطباعات اليوم انطلقت اللجان الفنية تناقش فيها المسائل هذه اللي نحن الفنية. لأنك أنت تفهم نفهم من حاجة وقت الأمين عام أمين عام تاع منظمة رسميا وكتابيا يطلب فحوى هالتقرير هذا اللي أعطيتوه هات نطلعوا عليه ولليوم ما نخذوشه فهذا ما يزيد الا التباعد بين الاتحاد وبين الحكومه وما يزيد الا ان الاحزمه نتاعها مش تتخف نجم الاحزمه نتاعها تتقطع فرد مره مش تتخف برك السؤال نتاع مالك مش هذا انت ربما ما جاوبتيش عليه هي ربما اللي تقصد فيه مالك بعد اذنها انه اليوم في الكواليس ما يتقالش انه فما حديث على امكانيه التخلي على حكومة هشام المشيشي وإحنا شفنا أنه الاتحاد في فترة ما قرب ياسر لهشام المشيشي وتم إمضاء الاتفاقية هذيك اللي فيها حالة 7 مؤسسات من أهم ثم المؤسسات الوطنية وصار اقتراب كبير ثم رجع الحديث على الحوار الوطني وبدأ المشهد يتحلحل نوعا ما بعد المكالمة اللي جات من عند الأخت هاريس نائبة الرئيس الأمريكي وعاد تحبيها للتواصل بين الرئاسات 3 يعني هي تحب تقول لك الاندراء موقف الاتحاد من الحكومة هو فقط موقف المفاوض الاجتماعي أم أنه مرتبط بتحرك المشهد السياسي اليوم حس وكأنه الاتحاد يحب يتنصل من تعهداته مع الحكومة لاستشعاره أنه ربما الحزام بدأ ينحل وقد يكون سقوط الحكومة هذه في قادم معناها الأسابيع. لا 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 مش هذا أخوي لطفي. نحن نتعامل مع أي حكومة قائمة مهما كان نوعها ومهما كان لونها طبقا لملفاتنا المطروحة. اقتربنا من الحكومة لما أمضينا عملنا الزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام. اقتربنا من الحكومة لما أبدت على الأقل نظريا استعدادها لإصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية ولما أمضت معنا في 22 أكتوبر 2015 بعدم بانقطاع حبل الود بين الاتحاد ورئيس الجمهورية الحكومة إلى حد الآن لأنه من 2017 من جانفي 2017 نحن في المؤتمر سامحني إلى حد الآن على الأقل إلى حد اليوم هذا كاتحاد صمم أمان للمؤسسات العمومية ما تباعش حتى سهم من الأسهم نتاع المؤسسات العمومية هذا على الاقل خليني بما فيها المؤسسات الفالسه والمؤسسات اللي قاعده تدمر في اقتصاد البلاد واللي ينهبها الفساد بما فيه الفساد النقابي داخلها الاتحاد لازم يترفع على حمايه الاقتصاد يلا نختم النقطه هذه المؤسسات اليوم حان الوقت للتفويت فيها معقول دوله تونسيه تبيع في الدخان لا سمح لي من غير ما تربي بحجره لا 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 بحجره من غادي ما نحاسبكش بالحجره في مستوى الخطاب معك تماما في مستوى الخطاب وتعرف انتم اللي فما ابو مؤسسات وطنيه الى الافلاس من غير رمي كلام بهالشكل هذا كانك شد قعد ودور تحت مش نفيها اما لا لا هذه ترماها كيكاتون نحن الاتحاد اعلناها ونعلناها في كل المواقع وفي كل المنابر نحن مع مقاومه الفساد في كل المؤسسات العموميه مهما كان نوعه ومهما كان ما اتاه من لم العام وتهابط لأي هيكل نقابي في الهيكل النقابي يعني المؤسسات الوطنية ما فيهاش فساد ما قلت لكش ما فيهاش ما فيهاش قلت لك فيها قلت لك نحن مع مقاومة الفساد في المؤسسات العمومية مهما كان نوعه ومهما كان ما أتاه أنت فهمتني ولا فهمتنيش من أي شكون جاي مش كاين أي شكرا لك يلا انتهى الوقت بالعكس نحن نطالب بإرساء آليات لمقاومة الفساد داخل المؤسسات العمومية هذا عندنا نحن طالبين معلومة أخيرة نحب نستوضح منها سي سلاح انتم عندكم مفاوضات قادمه مع الحكومه حول الزياده في الاجور وعندكم اجتماع قادم على ما اظن في اطار 5+5 يعني الكراع مازال موجود بينكم وبين الحكومه يعني تعتقد انه فما ربما معناها بدايه معناها تحاول للوضعيه هذه ربما اي محادثات تكون على الاصلاحات هذه متقدمه اكثر من نجم نكونوا فعلا انا شخصيا على الاقل نقول لك في الموقف هذا رغم انه عندنا سلطات قرارنا اللي باش تاخذ القرارات هذه وتاخذ الدنيا هذه كل اما على الاقل نقول لك انا اليوم في هذه المرحله هذه اليوم ما تنجمش تقعد مع حكومه ابسط الامور هي في ثنيه ونحن في ثنيه على الاقل نخرب في المواضيع وفي الملفات المطروحه كعيت من الحوار شكرا لي لكن عيت عمرنا ما نرفض نرفض الحوار لا سبيل لرفض الحوار نرفضوش لكن موقفنا هذا ثابت رفض كلي للمضامين سواء على مستوى كتلة الأجور اللي حكى عليها في ابدا من هكا باش نحلوا في فتح مفاوضات جديده
لسنة 2021. رغم أنه نحن في اتفاق أكتوبر 2018 واتفاق فيفري 2019 فيه يعني فتح مفاوضات جديده في افريل 2020 وتنزلنا في الظرف هذاك باعتبار محل شكر. شكرا لك سحديسي. خلينا مفاوضات زياده الاجور مازال ناجي انتهى الوقت. من هنا لوجوا على زياده في الاجور طبقا لتداول المقدره الشرعيه ومن هنا كان هو يعلن في انه ما ثماش زياده علنا ما ثماش زياده في 2021 كيف الشغل ما هذا واضح. شكرا لك سحدين سالمي الامين العام مساعد لاتحاد الشغل المكلف بالدواوين والمنشات العموميه. بعد شويه نستقبل الدكتور عبد اللطيف المكي القيادي في حركه النهضه. قبل ذلك فصل ورجعي.